شفت مين؟ بنت صغيرة لابسة فستان أبيض وشكلها عفريتة. طب ما أنا كمان بشوفها، بشوف حاجات تانية، بس مش عيني اللي بتشوف، ده اللي بيشوف. القوانين الوحيدة اللي أنا مؤمن بيها بدون إثبات علمي هي القوانين اللي حطها مهندس مشهور اسمه ميرفي. منها مثلاً أوقع الأسوأ لأن هو ده اللي هيحصل. ويجوز تكون حياة الإثبات العلمي الوحيد للقوانين دي. ما كنت عارفة إنك خاطب. عارفة مين أول واحدة حبها؟ حبك الأول كان شبع. لما يجي كل الأساطير بتبدأ كده، بيحكي إنسان يكرره يتنقل. ينفعك الكل يرفض يصدق إنه ما حصلش. أو أنت رافض تصدق أنها حصلت. وليه كل ده بيحصل؟ تيرو بيقول أنت كنت بتهارب حاجة من الماضي. وده علاقته باللي بيحصل في البلد. لازم تواجهه. فرعون واساس دلوقتي النداه. هل فعلا شيراز ورا كل ده؟ انا رايح اعمل مصيبه يا ماجي. رفعت. طب هل خلاص انا اتجننت وهصدق في الكلام ده؟ في حاجه حصلت لبيت الخضراوي. مالك انت ومال الحكايه دي؟ رفعت امشي في اتجاه خوفك يا رفعت.